الجمار او لب النخيل، كتير مننا بيشوف الجزء الابيض ده على عربيات كتير في موسم البلح في الصيف بيتباع، ويمكن مش عارفين هو اسمه ايه. اسمه الجمار، اللي هو الجزء الداخلي للنخيل. طبعا فوائده كتير جدا، ممكن تقروها على النت، لكن انا اللي يهمني هنا القشرة اللي انتوا شايفينها دي القشرة اللي كانت بتغطي اللب الابيض. انا صراحة قلت لازم اعمل منها عمل فني، فاخدتها وسبتها شوية لحد ما لونها اتغير للون البني اللي احنا شايفينه ده، بيبقى عامل زي الخشب الرقيق، يعني بتقدري ان انت تتنيه، تقدري تستخدميه في اي عمل. فانا قلت هعمل بيه ايه، فكرت كده وقلت عندي رول كرتون، قلت اعمل منه فازة وتعليقة. تعالوا كده نشوف مع بعض. القشرة الخارجية دي جميلة جدا بصراحة، هي بيبقى تحسي انها قسمين، القسم اللي فوق كده هتحسي ان هو الياف ومفتحة زي ما شايفين في الصورة، والجزء اللي تحت بيبقى سميك شوية ولون واحد، يعني مش الالياف بتاعته واضحة كده. فانا جبت الجزء اللي فوق ولفيته حول الرول الكرتون، لزقته عادي بمسدس الشمع، يعني خليتها حاجة بسيطة وطبيعية، وسبت العمل بنفس اللون الطبيعي بتاعه. بدأت الجزء اللي تحت، أخدته لفيته وحطيته في قلب الفازة علشان يبقى كأنه البطانة بتاعتها. طيب الفازة محتاجة يعني حاجة بقى نحط فيها كده زي وردة أو حاجات زي الهيش اللي بيتباع بره، حاجات كده من اللي هي المودرن، وتبقى بنفس الخامة اللي أنا مستخدماها. فقطعت واحدة تانية من اللي هي القشور دي، ويعني عملتها شرايح، وهي دي هتكون شكل الوردة او الاكسسوار اللي هنحطه في الفازة. مجرد ان انا فتحت بس الجزء العلوي منها، شكله هو شيك وحلو قوي. بصوا الالياف اتفتحت وبقى شكلها جميل، وعطت التواءات كده شكلها حلو قوي. وده كانت الفازة بالاكسسوارات بتاعتها. بعد كده جبت برضو واحدة تانية من القشور، وقصيت بقى الجزء اللي هو السميك اللي فيها، قطعته بيبقى عامل زي الخشب الرقيق، وقطعته وحدات زي بتلات وردة كده، وهعمل بيه وردة حلوة قوي، تبقى بألوانها الطبيعية وسهلة وجميلة، يعني بسيطة. ابتديت ان انا اكونها، اني الزقها بس بالشمع كده، طبعا الجزء اللي هو تحت بيبقى ناشف شوية غير الجزء العلوي اللي احنا شفناه اللي الياف متفتحة كده، ده بيبقى طري وممكن تشكلي. عملت الوردة عبارة عن طبقتين، بالنسبة لجماعة الجمار ده طبعا فوائده رهيبة ما شاء الله، ممكن تقروا عنها في النت، لكن انا اللي يخصني هنا العمل الفني اللي عملته بالقشور اللي بتغطي لب النخيل او الجمار. لزقتهم هنا فوق بعض كده وبقت وردة مجسمة، وابدأ اعمل قلب الوردة كله. استخدمت نفس القشور، يعني الجزء العلوي والجزء السفلي، عملت بيهم الفازة وعملت بيهم التعليقة اللي هنشوفها مع بعض. شايفين الالياف بتتفتح ازاي؟ انتوا لو تشوفوا في اول الفيديو، طبعا القشور دي اول ما خدتها كان اللون البني فيها بسيط جدا في الجزء العلوي، والجزء السفلي كان لونه يعني اوف وايت كده مبيض. فبعد كده لما بتسيبيه اسبوعين ثلاثة بيوصل بقى للمرحلة اللي احنا شايفينها كده، بيبقى زي الخشب وبينشف وبيبقى لونه بني غامق.
ده قلب الوردة، عملته كده من القشور اللي هي يعني نقدر اني اثنيها واعملها يعني سهلة غير التانية الخشب، وحطيتها في نص الوردة وبقت وردة بسيطة كده، مجرد تطشات من نفس الخامة. انا ما حبيتش ان انا الون العمل الفني ده لان هو بصراحه لونه الطبيعي كده جميل جدا. بعد كده هنعمل مع بعض فرعين من افرع الشجر بنفس الخامه، بس بعد ما نبدا نعمل تاتشات كده بسيطه في الورده نفسها، اللي هو نحرق الاحرف بتاعتها علشان تدينا يعني تدرجات كده في الألوان، وده طبعا لأنه خشب فزي ما شايفين التأثير بيبان فيه بسرعة. بصراحة كانت خامة حلوة قوي، ما كنتش فاكرة ان يعني ممكن هعمل بيها حاجة. ناخد بقى من الجزء العلوي زي ما قلت لكم، وهنعمل مع بعض فرعين شجر. هنا اخدت واحدة كاملة من القشور يعني فيها الجزء العلوي اللي هو فيه الالياف كده مفككة شوية، والجزء الناشف اللي هو تحت، وابتديت ان انا اركب عليه هي الوردة الوحيدة كده، وعملت بقى فرعين من افرع الشجر، عملت قصدي ورقتين من ورق الشجر من الألياف كده تتفتح، بيبقى شكلها حلو قوي. يعني بصوا تأثير الألوان، بصوا التدريجات هي لوحدها عاطية شكل جمالي حلو. حطيت ورقتين الشجر، يعني هي مجرد التعليقة مش محتاجة أكتر من الوردة الكبيرة دي بورقتين الشجر. ونعمل بقى لمسات تحت، ممكن نستخدمها تعليقة، هنشوف دلوقتي. انا حطيت كلمة هوم لان الخشب طبعا يمشي خالص مع الخامة دي، فحطيت كلمة هوم. ممكن تحطي انت اي كلمة تانية، دلوقتي انتوا عارفين الاحرف دي متوفرة بالاسواق يعني الاحرف والارقام، فممكن ان انت تعملي بيها اعمل فني، ممكن كتعليقة كده، وممكن تحطي البلوك بتاع النتيجة فتبقى برضو نتيجة بشكل يعني جديد كده، حاجة مش في الاسواق زي ما بيقول. هنا حطيت كلمة هوم وحطيت السنة زي ما هتشوفوا، سايباها بنفس شكلها الطبيعي كده، فحلوة بصراحة وتدريجات الألوان الطبيعية جميلة. يا رب يكون العمل الفني عجبكم، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.